أنتم كاذبون، هكذا صرخت ناشطة داخل قاعة المحكمة، واضطرت المحكمة إلى وقف أو توقيف الجلسة لمدة دقائق لأن هناك ناشطة صرخت أمام الوفد القانوني الإسرائيلي أنتم كاذبون، وهم يسردون أو يقلبون الحقائق كما قال أكثر من قانوني حضر هذه الجلسة، ووصفوها بأنها فيلم هندي. قدمت إسرائيل ما قالت أنها دلائل على أن حماس ترتكب أعمال وحشية وبأن إسرائيل تدافع عن نفسها، كما حاولت إسرائيل أن تبرر هجومها على رفح بأن هناك أنفاق تربط المدينة بمصر وعبرها يتم إمداد حماس بالسلاح، وعبر هذه الأنفاق يمكن تهريب الرهائن الإسرائيليين خارج قطاع غزة، ولذلك تحاول إسرائيل أن تبرر موقفها بالهجوم على رفح، وأيضا حاولت أن تدافع عن نفسها فيما يتصل باستهداف المنشآت الطبية، وأوردت بأنها عاملت المرضى في مستشفى الشفاء وباقي المستشفيات التي اقتحمتها في قطاع غزة معاملة إنسانية، ويعني أوردت بعض التصريحات لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بأن الجنود عليهم أن يحفظوا حياة المدنيين في قطاع غزة، علما بأن جنوب أفريقيا بالأمس قدمت تصريحات واضحة لمسؤولين إسرائيليين يحرضون بشكل علني على الفلسطينيين لمجرد أنهم فلسطينيين. طالبت إسرائيل من المحكمة ألا تنظر أساسا فيما طلبته جنوب أفريقيا من وقف للنار والانسحاب من قطاع غزة والسماح بدخول فرق التقصي الحقائق، لأن إسرائيل كما تقول جنوب أفريقيا تحاول أن تطمس كل الأدلة التي تدينها. كانت جلسة عاصفة بالأمس وجلسة أيضا عاصفة اليوم في دفاع إسرائيل، وبعد ذلك ستقرر المحكمة إذا ما كانت ستستجيب لمطالب أو بعض مطالب جنوب أفريقيا فيما يتصل بالإجراءات الاحترازية العاجلة والتدابير المؤقتة التي من شأنها أن توقف قتل المدنيين في قطاع غزة. كانت لغة جنوب أفريقيا للمحكمة واضحة، عليك أن تكوني واضحة في قراراتك بعكس ما تم في يناير الماضي حيث كانت اللغة غامضة ولم تنجح في إلزام إسرائيل بحماية المدنيين في قطاع غزة، وارتفع أعداد القتلى منذ يناير. الجلسة التي قررت فيها المحكمة تدابير التقييدية والإجراءات الطارئة إلى هذه اللحظة نحو 10,000 قتيل فلسطيني. أيضا في رد جنوب أفريقيا على ما أوردته اليوم إسرائيل في دفاعها قالت بأن إسرائيل تزدري من المحكمة وتستخف بالقرارات وبالتقارير الدولية، خصوصا وأن إسرائيل اتهمت جنوب أفريقيا بأنها منحازة لحماس، حليفة لحماس ولا تريد رؤيتها مهزومة، وأنها استندت في تقاريرها إلى معلومات من حماس علما بأن جنوب أفريقيا طالبت بالإفراج غير المشروط عن الرهائن، واستندت في كل تقاريرها على مؤسسات دولية وعلى منظمات موثوقة ومعروفة بنزاهتها وحيادها وعدم انحيازها. هناك الآن تنتقل المحكمة للدراسة بعد أيام وبعد أسابيع قليلة، ربما ستصدر المحكمة قرارها إذا ما كانت يعني ستستجيب لمطلب جنوب أفريقيا بوقف النار، أم أنها سيكون لها وجهة نظر مختلفة ترفض أو تقبل أو تكون في المنتصف. هناك أيضا في محيط المحكمة كانت هناك وقفة لعشرات من الإسرائيليين الذين تم تجميعهم من عدد من الدول الأوروبية لمساندة الوفد القانوني الإسرائيلي، ولكن كان لافتا بأن المارة في الشارع الذين ليسوا منخرطين بأي نشاط تضامني كانوا يهتفون فري بالستاين، كلما رأوا العلم الفلسطيني يهتفون فري بالستاين. والشرطة الهولندية يعني أوقفت صحفيا يعمل في أحد القنوات لأنه يضع فقط شارة علم فلسطين على حقيبته، فأوقفته واستجوبته لماذا تضع هذا العلم وهذا مكان مخصص للإسرائيليين. وهناك كانت حراسة أمنية مشددة لهذه المجموعة الصغيرة من الإسرائيليين الذين أتوا إلى المحكمة، محكمة العدل الدولية، للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل رافعين صور المخطوفين والرهائن الإسرائيليين. أجواء مشحونة انتهت الآن لأن الجلسة انتهت. طيب سلامة، جنوب أفريقيا سيخرج الآن من المحكمة وكذلك الوفد الإسرائيلي. هل كان هناك أي تعليقات أو أي صدى للقرارات التي اتخذت في شهر يناير وارتكبت إبادات بعدها؟ يعني عدد الشهداء ارتفع بحوالي 10,000 شهيد أو أكثر، واكتشفت أيضا بعد ذلك مقابر جماعية في مستشفى الشفاء الذي تقول أنه إسرائيل أنها تعاملت برفق مع من كانوا هناك وإلى غير ذلك
من أكاذيب، نعلم ذلك جيدا. هل كان هناك أي تعليقات على أنها لم تلتزم، لم تحترم، ولم تحترم تلك القرارات التي اتخذت في يناير؟ فما الذي يمنعها أو ما الذي يلزمها باحترام ذلك اليوم؟ جنوب أفريقيا قالت بشكل واضح القرارات الطارئة التي اتخذتها المحكمة في يناير الماضي لم تنجح في إلزام إسرائيل، بل بالعكس استمرت إسرائيل. وأوردت أيضا تصريحات لمسؤولين إسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قال سنقاتل وحدنا، سنقاتل بأظافرنا ولن نلتفت إلى العالم، وهذا دليل ازدراء كما أوردته محكمة جنوب أفريقيا للمحكمة ولكل. لكن القضاة في لاهاي لم يعلقوا على ذلك؟ بالعكس، هما صلب هذه الجلسة أو المطالبات، مطالبات جنوب أفريقيا تعتمد بشكل أساسي على عدم احترام إسرائيل لما تم اتخاذه من قرارات في المحكمة، وتأخر إسرائيل أيضا فيما طلبته المحكمة. لا أقصد هنا سلامة، ربما لم تصلك نقطة تساؤلي، وهي من لاهاي بحد ذاتها القضاة في محكمة لاهاي المسؤولون هناك ألم يعلقوا على عدم التزام إسرائيل بقراراتها؟ في الجلسة الافتتاحية بالأمس نواف سلام رئيس لجنة القضاء قال بأن إسرائيل لم تلتزم، هذه خلاصة المحكمة حتى هذه اللحظة، لكن لا يترجم ذلك كقرار واضح. نحن بانتظار قرارات وإجراءات وتدابير احترازية وطارئة كما تطالب بها جنوب أفريقيا، هذا سيحدث ربما خلال أيام، علما بأن هذه القضية قضية مرفوعة فقط في الإجراءات، أو هذا الفصل من القضية متعلق بالإجراءات الطارئة، أما القضية الكبيرة المتعلقة بالإبادة الجماعية فهذه قضية سيطول عمرها ربما لسنوات.